اسمه. انتوا ناس ما شاء الله عليكم شطار وبتحبوا الرسومات. الرسمة هي كالآتي، بتقول لك انه انت النفرون بيطلع لك يورين، صح؟ الوحدة الوحدة، الكدني في النهاية بتطلع لنا يورين، واليورين ده في معظمه عبارة عن ووتر، وعندنا ويستس فضلات يعني، تمام. وركزوا معايا في حتة الويست دي. الويست دي هي في أشياء كثيرة جدا. نحن ما يعنينا في الويست إنه عندنا دراجز، سوري، إنه عندنا دراجز، أوكي، وعندنا مثلا أملاح، صوديوم، بوتاسيوم، عندنا كالسيوم، بلا 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 بلا، ده كله عندنا. لكن احنا الآن خلونا نركز على موضوعنا الأساسي اللي هو الدرجز. طيب انت ملاحظ معي انا قلت شنو؟ لا انت ما لاحظت معي، ارجعك تاني. انا قلت لك عندي ويستس، والويستس هي موجودة وين؟ الويست قلت لك موجودة في الووتر. يعني شنو؟ برضو ما فهمت. يعني الويستس هذه الويستس هي عبارة عن ووتر سوليابل ويستس. يعني عاوز تقول لي، ايوه عاوز اقول لك انه الويستس دي عبارة عن بولر ويستس، زي الدرجز دي مثلا. انا كده قلت لك صوديوم بوتاسيوم كالسيوم، يعني عندها شحنة، تمام. الويست حقتي دي اللي هي لو اخذنا الدرجز هنلاقي انه الدرجز هذه بولر، يعني ايونايزد، يعني هايدروفيليك، يعني ووتر سوليابل. يعني انا عشان اخلي الدواء قاعد لي في اليورين لازم اخلي الدواء ده يكون لي ووتر سوليابل. بالظبط، الله يفتح عليك. طيب معناتها البولاريتي وانا اخلي الدواء بتاعي يبقى بولر دي حاجة مهمة جدا. اقول لك يس. طبعا حيجي واحد يقول لي طيب انا عندي سؤال صعب بالنسبة للاريا دي وما قادر افهمه. طيب الادوية اللي هي اصلا هي الليبيد سوليابل بالطريقة دي ما حتطلع من الجسم، لان هي ليبيد سوليابل، حتطلع في اليورين كيف؟ اقول لك برافو عليك، انت كده يا دابك مخمخت معاي وبدأت تشتغل. اقول لك دي هي وظيفة تابعة لما يعرف بالميتابوليزم. مش احنا كان اتكلمنا انه في ميتابوليزم، هنيجي نتكلم عنه بالتفصيل في بروسيس اوف ميتابوليزم. عملية الميتابوليزم دي مهمتها الأساسية هي الاديشن اوف بولر جروبس. يعني عندنا فانكشنال جروبس هي بتكون عندها بولاريتي عالية جدا، انا بقوم بضيفة لشنو؟ بضيفة للدرج بتاعي. كل ما بقيت هايلي بالسوليابل كل ما حاولنا نديك بولر جروبس تساعدنا انه نخليك بولر، وعشان نتخلص منك از ويست ونوديك لليورين، ومع السلامة، باي باي بالانجليزي وجود باي، اوكي. فهي دي الفكرة هنا. خلونا نرجع تاني للرسمة بتاعتنا. ها دي هي الرسمة. الحاجة دي ممكن نستفيد منها في موضوع تاني. انتوا عارفين لو انا قمت قلت لكم سؤال وانتوا ما شاء الله عليكم الان بقيت الكونسبت واقع عليكم، اذا قلت لك انا عندي بيشنت وهذا البيشنت حصل له توكسيسيتي باسبرين، اخذ حبة بتاعت اسبرين، والاسبرين انتوا عارفين انه هو اسيد اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد، هو اسيد. فانا اذا قلت لك يا اخي انا عندي بيشنت والبيشنت ده حصل له توكسيسيتي بواسطة الاسبرين، وانا عاوز اتخلص من الاسبرين توكسيسيتي عن طريق انه ازيد معدل الاليمينيشن والاكسكريشن اوف اسبرين رينالي ثرو ذا كيدني، اخلي الاسبرين يطلع عليه بتراكيز عاليه وين؟ في اليورين. تفتكر احنا ممكن نعمل شنو استفاده من الحاجات اللي قلناها من شويه؟ فكر، اعمل بوزنج للفيديو وفكر. احنا ممكن نعمل كالاتي. انا الان عارف انه الاسبرين، وخلونا نرجع لرسمتنا تاني من جديد. نحن عارفين انه الاسبرين قلنا هو ويك اسيد، صح؟ يعني هيكون في شكل اتش اي. طيب الاتش اي دي اذا جات مر لي في النفرون اللي شفناه من شويه، رايكم شنو لو قلنا لعبنا بالبي اتش؟ ما هو انا الاتش اي
عشان ابجيه A ماينس، بالتالي يبقى لي بولر. كده انا ممكن اتخلص منه عن طريق اليورين، وهو مدام في توكسيسيتي دي الحاجة اللي انا دايرة. طيب انا كيف ال HA ابجيها A ماينس؟ اسهل حاجة انه انا العب ب العب بال pH. طيب اقلل ال pH وابجيها حمضية، ولا ازيد ال pH وابجيها قلوية وازيد النيجاتيف تشارجز؟ لا طبعا ازيد ال pH عشان ازيد النيجاتيف تشارجز. زدت النيجاتيف تشارجز، النيجاتيف تشارجز هتعمل شنو؟ النيجاتيف تشارجز مباشرة هتجي تهاجم لك البروتونية دي، ومن HA هتبقي لك A، هتبقي لك A ماينس، وبالتالي هتسهل لنا عملية خروج وين؟ في اليورين. وضحت؟ ودي اكشوالي احنا ممكن نعملها وقاعدين نستعملها الان. شوفوا هنا، ده هي الكلينيكال كوريليشن للكونسبت اللي اتكلمنا عنه، انه انت يو كان كينج ذا يورينري بي اتش. اذا عندك انت زي الاسبرين ممكن نعمل الكالونايزيشن، نعمل رفع للبي اتش، ندي صوديوم بايكربونات فور اكزامبل. اوكي، لا انا عندي والله يا اخي توكسيسيتي مثلا بويك بيز، هنا نعمل اسيدفيكيشن عشان البي تتحول لبي اتش بلس، وبالتالي تبقى بولر ووتر سوليبل، تمشي ليه في اليورين نتخلص منها. وده ممكن ايضا بخيارات متعدده. اوكي، وضحت الفكره.